اهلا وسهلا، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما كتشوفوا هاد الفيديو هذا، العلاج مشاكل بومزوي. هذه راه جربتها تقريبا، عطيتها للاهل ديالي وبغيت نشاركها معكم. هذه هي الويبره الاصليه، وعندي هذيك الصغيره راها، وهذيك في البدايه هي كتبغي الماء بزاف، وانا بحال هذه لا تعرى نسدو لي بحال هكا. هذه تا هي ربات كتخرج من هنايا، ها هي. المهم غنقطعو واحد الطريف. بسم الله على بركة الرحمن. كنشكر الصديقة زهيرة اللي عطاتني هاد الخير هذا، وقالت لي بقي مرة تقطعي من التحت غنحيدو هذا. شو برك علينا غير الطريف هذا، على بركة الرحمن. نسلتو بحال هكا وندير ليه هكا باش تلقى فين تنفس وفين تكبر. شتو هي غادي تبارك الله. دابا غادي ندخلو باش غادي نديرو واحد العصير او ماء الويبيرة. بالنسبة للفتيات اللي كتعاني من تساقط الشعر، كتعاني من تساقط الاظافر، كتعاني من البشرة، هادي راه المورينكا. ها هي صافي سالينا. على فكره خصنا نغسلو هاد الماده الصفراء اللي كتلقى لي نويبيره نغسلوها. المهم عندي هنا وعندي في جهه اخرى، غندخلو دابا نغسلو ونحضرو عصير ديال الويبيره اللي الناس اللي كتعاني من الجروح في الجهاز الهضمي. عندنا امساك، عندنا التهاب، راه هادي كتعالج بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم باش ما نطولش عليكم احبائي الكرام، ندخلو الكوزينه ان شاء الله ونوجدوا واحد العصير اللي زويون، غنغسلوه ونضفوه غتعود كلها ان شاء الله زويونه ونقيقه. رجعت لكم بعد ما غسلتها ونظفتها مزيان، هذا راه السدر بقاو تشربوه حتى هو راه مخير. ما علينا، انتم انا فين ما كنبغي طيب ما كنبغيش نضيعها حشومه نعمه. كاين اللي ما كيلقاهاش، راه ما عندنا ما كتباعش انا هاد الويبيرة هادي، يعني كنقطع بالطريف والطريف وسبحان الله كتخيط نفسها بنفسها. شو انتم هذا غنقطعوه غنخليها هنا باش تطلق ديك الماده الصفراء اللي كتكون شويه قاصحه، يعني كدير اسهال حال. نخلوها اقل واحد قد ما خلينا زوينه، غنخليها واحد شويه تنقع وننظفها قدام عينيكم وغنديرها في الخلاط. هنا بغينا ماء الويفيرا، ماء الصبار. كنعرفوا الناس اللي عندهم امساك راه عندهم جروح، يعني منيك عزكم الله كيكون امساك غير نهار او لا يومين ما بال اسبوع. كي اللي كدوي اختي نعمه راني اسبوع مشيت للطواليط، راه خصك يحل شرب الماء مع زيت الزيتون الا ما لقيتوش. هذه كاين انواع ديتوكس، ولكن هذه جربتها لقيت فيها الراحه. ما تدوش لي على الصوت راه شويه البرد. عفوا عفاكم الرحمن. كنشرب هاد القياس هذا يعطيني مثلا اطره ديال الماء صافي نشربها. ملي تخصني ثاني غنعاود نقطع صافي غنحبس غير 3 ايام بركه، يعني كل شهر كنستعملها. حنا كل شهر خصنا ننظفوا المصران. كاينه وصفه اخرى منين بغي نقطع نشرح لكم اخوتي، كاين اللي ما حاصلش على هذه. كاين الحمد لله الباربه والتفاح والحامض والزنجبيل اللي مشروب دائما حاضر عندنا. اما اللي عنده الويبيره الله يسهل عليه الدنيا واخره. انا ما كنبغيش نقطعها بزاف، ما كنبغيش نضيعها. المهم باش ما نطولش على اخوتي خواتاتي، غير نحس بها ارتاحت شويه وتنقات نشارك معكم العصير المذهل. سمحوا لي على الاضاءه، انا غنشوف واش كاين، غندير شي حل. المهم هاني نقيتها مزيان، غادي نحيدو لها هذا. هانتوما الطريقه ديالها راه سهله. هذه هي الويبيرة الأصلية، كدير بحال هاد الخيوط هادي. شتو شي واحد يقول لكم راه عندي الويبيرة ولا شي حاجة ما تكونش أصلية، راه فيها أنواع. المهم غنجيب معايا واحد الملعقة، إلا خفتو منها أنها سمحوا لي كنقطع. الا بغيتو تاكدوا هو يعني من التعقيم ديالها ما فيها عيب، ندير معاها شويه الخل، خل ديال المائده.
هاد الجيل هادو شتو ها هو، نحطو هنا وغنغسلو شويه بالخل. نصحتنا هادي، واخا انا عارفه المصدر ديالها من عندي من الجريده، ولكن باش نعرفو حتى الجسم يعرف شنو دخلنا ليه. فن اللي كانت عندها مشكل بومزوي، اللي عندها الامساك، اللي عندها التوكال قديم، تسممات يعني، باش ما نبقاوش نمشيو بعيد، بقاو حديما من سبوات التوكال، نحيد هاد الزوائد هادو. حنا حصلنا على جيل الوابير، ها دابا غادي نشلو وندير معاه شويه الخل ونخليه بضع دقائق ونرجع معاكم باش نطحن. المهم حنايا صافي غسلناه، حنت من غسلو ما يمكنش ينزو بيدين. ها هو غادي نديرو هنا، غادي نهز طريف الاخر كذلك، ها هو ونحطو هنا. هاد الماء ما يمكنش نلوحو، غسلو بالشعير ديالنا ما فيه عيب، شتو حتى هو راه الا جينا نطربو غادي يعطينا هو. غادي نضيف هنا الماء اللي بغيتو، يعني الاخف، يعني بغيتو ماء الويبيره خفيف او ماء الويبيره ثقيل. انا كنفضل الماء ديال الخابيه، ما عنديش ماء ديال الروبيني اولا الماء معدني. غندير واحد نص سيترو ونشرب وانا معاكم. كنفضل الماء ديال الخابيه اولا الماء ديال اي ماء. وغنزيد لي ثاني كاس اخر قد ما المهم لكم الاختيار. بالنسبه لي غادي ياخذها اول مره غادي شويه المذاق ديالها ما غيزعمش عليه، خففها. انا غنخففها على فكره، لو تحتفظوا بها في الثلاجه لمده يومين فقط حيت ما فيهاش مواد حافظه. ها هو صافي، غادي نسد. الفواكه اللي غادي نحتاجو الخلط هنا. صافي حصلنا على واحد الماء، ماء عادي، ها هو غنتخلوه يرتاح شويه باش هذيك الرغوه تهبط واحد شويه. غادي يصفى ليا الماء، هو غادي يصفى، شوف هو غادي معايا حتى غادي يصفى. ومن بعد غنجيب مصفاه اخرى وغنجيب واحد الطرف ديال الحامض، قطعه الحامض. بالنسبه لي بغي يدير الخوخ، انا كنفضل الحامض او الزنجبيل اللي بغينا نغسلو الذات ديالنا. الا بغيت تاخذوها كماء يعني تنعشو بها القلب ممكن تضيفوا اي فاكهه، ولكن باش نغسلو الجهاز الهضمي راه الا غسلنا الجهاز الهضمي راه غسلنا البشره، غسلنا الشعر، الضفران، حتى المصران من كنعيشو خوتي. ماشي اللي عندها فقر الدم كتاخذ مكملات وكتكملو كترجع زيرو، كيطيح لها الشعر كتاخذ البرودويات والخلطه، لا عالجي ليا المصران وانت بخير وعلى خير. ما كنعطيكمش شي وصفه من الهواء، يعني هكاك من يعني مجرب. ها انتم ها هو الماء خفف. صافي احنا حصلنا على ماء الويبيره. على فكره راه ممكن نحط لكم الصوره، راه كيتباع في المحلات اللي ساكن بعيد خارج المملكه المغربيه وبغى ماء الويبيره، راه كاين هنا في المغرب الله اعلم. المهم انا هنا ها هو صافي شتو، دابا غادي نصفو ونشربو معاكم. صافي الماء ديالنا الشوكي ولا عادي، ماء عادي، يعني هذيك الرغوه الا ما تزعموش عليها غنحيدها. انا تلاحظوا معايا نتوما راك تصفيتها كاس خاوي، ها هو باش ما نقولوش راه كنزيدوا شي حاجه. هاد المتبقى نديروا لشعارنا، نديروا لبشرتنا، شتو نضربوا نديروا شامبوان. بالنسبه لهادو اللي عنده الحكه ولا عنده شي حاجه في الجلد، حتى حاجه ما كتضيع على بركه الرحمن. شربوا المويه، نقرب هذه لهنا باش يعود عندي مصفات. ها هي مقاده شي طبيعي الحمد لله. ها هو الشيء الكشكوشه هي اللي ما غتخليكمش تزعموا على انكم تشربوا الويبيره. ها ما هي في الحقيقه الناس اللي عندهم الامساك واللي عنده الجروح، عنده التهابات، عنده التوكال، عنده شي حاجه مسمومه قديمه، هذه ما خصهاش تلح في الحقيقه. ولكن انا غنمشي معكم دقه دقه، كاين اللي ما يقدرش يزعم
انه ياخذ ليا هاد الرغوه شويه لزيجه. حنا حصلنا على ماء، حنا غندير واحد القطرات قطرات. صح، اللي عنده الكرش وبغى يحيد الكرش وبغى ينقص الكرش يزيد يضيف ليا الكثير من الحامض. اللي نحيف ما صافي بالصحه والراحه غادي نشرب هاد الكاس. ها هو شتو، ماء ماء غير هو بالحامض كيعطينا واحد المذاق جميل. سمحوا لي، هاد المتبقى غادي نحتفظ به في الثلاجه، هنا العشيه نشربو. بالنسبه الى بغيتو تدير واحد جوج عطرو احتفظوا به في الثلاجه في قريعات اللي يكونوا زاج معقمين، ندخلهم الثلاجه يومين فقط. هذا ما غيترماش، غادي نحك به مثلا الرجلين ديالي في الماء كاين شي حاجه بغيت نديرها. هي البشره حنا هذا كافي، لا غسلنا الجهاز الهضمي، راه غسلنا كلشي. كنتمنى لكم التيسير وراحه البال، ولا غبت عليكم راه غير الخدمه. مرحبا بكم اللي بغى يجي لعندي، يلا اللي بغى يعالج قومه.